بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم أنا دكتور أحمد محمود عطية، سينيور ريجسترار بيدياتريك انتنسيف كير في دولة الكويت وزارة الصحة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيزكس اوف هيموديناميك مونيتورنج ان بي اي سي يو. موضوع ممكن يكون مهم لكتير مننا، سواء اللي بيشتغل انتنسيف كير أو اللي ما بيشتغلش، باعتبار ان هو جزء منه قد يتم في الامرجنسي ديبارتمنت وقد يتم في الجنرال وورد قبل الادميشن، ان احيانا الشوك بتبدا تديفلوب قبل الادميشن في بي اي سي. معلش استاذن بس اللي عامل خط على الشاشه يشيله. دايما الجايد لاينز دايما مختلفه، ودايما كل شويه الوقت بيتغير. داي حتى مثلا لو احنا فكرنا في وشفنا الدوبامين مثلا كاشهر فازو بريسور وانوتروبس كان بيستعمل خلال السنين اللي فاتوا، خلال السنين اللي فاتت تراجع دوره تماما في البيدياتريك شوك لدرجه ان هو يكاد يكون اختفى، وبقى بس لو انت مش متوفر عندك الادرينالين، ده اللي مكتوب في الجايد لاينز. صعب قوي ما يكونش في ادرينالين، فاحنا هنستعمل كلمة ابن النفيس وأما الأخبار التي بأيدينا الآن فإنما نتبع فيها غالب الظن للعلم المحقق. ليه بنتكلم عن الهيموديناميك مونيتورينج باستمرار؟ معلش أنا هكرر تاني، في حد رسم خط على الشاشة أستأذنه يشيله، يعني معلش. ليه بنتكلم دايما عن الهيموديناميك مونيتورنج كحاجه مهمه جدا في الانتنسيف كير؟ وهتلاقي ده شابتر رئيسي في كل اي مانوال او اي تكست بوك في انتنسيف كير. دايما العيان لما بيضاي بيضاي في تراك من الثلاثه، اللي هو مود اوف ديس مش كوز اوف ديس، يا اما بريسبيراتوري فيلير يا اما سيركيلاتوري فيلير يا اما سي ان اس فيلير. فانت مهمتك انك تتنبأ وتمنع حدوث السيركيلاتوري فيلير، ولو لا قدر الله حصل تحاول تمينيمايز الدامج على قد ما تقدر. فلازم تكون عينك على كذا فاكتور في العيان، ومن ضمنها الهيمودينامكس. اول حاجه احنا لما نقول كلمه هيمودينامكس دايما بيطلع كلمه في دماغنا بلس رب بريشر ممكن كبير في التايم. لا، الهيمودينامكس ستيت دوت ازاي كل السيركيتوري سيستم بيتصرف بالنورمال فيسيولوجي او في الابنورمال ستيت. دايما المنطق او النورمال فيسيولوجي بيقول ان احنا دايما بنبدا عندنا الفوليوم اللي هو بريلود بيجي من الفينا سايد، يحصل له اكسجينيشن، يحصل له بامبنج من الهارت بقوه هي الميوكارديال كونتراكتيليتي، وبريت هو الهارت ريت، فدوت يكون تروك فوليوم في البيت الواحده بيتضاعف بالهارت ريت عشان يبقى اسمه كارديك اوتبوت. كارديك اوتبوت يروح البريفرال تيشو عن طريق الارتريز ثم الارتريولز وبيقابلوا سيستميك فاسكولار ريزيستنس. تعامل الكارديك اوتبوت مع سيستميك فاسكولار ريزيستنس هو اللي بيخلق لنا البلاد بريشر. لازم وانت بتفكر في العين بتاعك مش هتقول الهارت ريت كذا والبلاد بريشر كذا كوبري فيل تايم كذا، دي مخرجات العيان ولكن لازم يكون في دماغك هتقول عنده فوليوم اخباره ايه، يو فوليميك ايزو فوليميك هايبر فوليميك. وهنا انا مش بتكلم عن التوتال بودي ووتر، ممكن عشان يكون اديماتس ومع ذلك انتروفاسكولار فوليوم ديبليتد. اتكلم ما كنت كنت اخبار ايه، الولد ده بيكونتراكت ويل، لا بي اندر كونتراكت، لا ده بي اوفر كونتراكت، هل هو برادي ولا تاكي، في فاسكولار ريزيستنس هل هي نورمال فالعيان ويل بيرفيوز، هل هي فيري هاي فمنع بيرفيوجن، هل هي فيري لو فمؤقب بلاد بريشر عامله بولينج في البلاد في البريفرال كابيلاري بيد فعامله لك تاب برفيوجن. لما دول تفكر فيهم تعمل لهم اوبتمايزيشن 1 باي 1 في الاخر ان شاء الله العين بتاعك باذن الله هيعدي. عندنا دايما لما بنفكر في الهيمودينامكس زي ما قلنا بنفكر في خمسه ايتمز، لان دول بيحتموا جلوبال بلاد فلو، البلاد اللي خارج من الهارت اخباره ايه، ريجنال بلاد فلو متوزع كويس على التيشو ولا لا، واخر حاجه التيشو قدرت تعمل اكستراكشن الاكسجين ولا لا. تمام، احنا بنقيم ازاي بقى الهيمودايناميك اسبيكت ستيت اوف ذا بيشنت؟ في عندنا بيزك وادفانسد،
والادفانسد بطبعه مش شرط يكون انفيزيف، والبيزك بطبعه مش شرط يكون نون انفيزيف. يعني في حاجات نون انفيزيف وادفانسد وحاجات انفيزيف وبيزك. معظمنا نعمل البيزك في وحداتنا، وحدات البي اي سي بتاعتنا، وممكن منقصر احيانا في بعضها نتيجه عدم توفر امكانيات او عدم كفايه البرسونيل، ولكن انت بتحاول على قد ما تقدر. تفاش ان المونيتورنج ده الارم الاولاني للاي سي يو. الارم الثاني هو التريتمنت، العنايه مش فنتيليشن بس وانتروبس وسترونج الكترولايتس، لا، العنايه بيزك اسسمنت ثم ادفانسد اسسمنت. البيزك اسسمنت ثلاث حاجات: كلينيكال ولابوراتوري وانسترومنتال اللي هو مونيتور. يعني كلينيكال اسسمنت، اول حاجه الهارت ريت، لازم تتابع الهارت ريت بتاع البيشنت بتاعك فريكوينتلي. ان اكسبيرينت كارديا قد تكون اول ساين للشوك في عيان السبسس، لان ممكن يكون عيان سيمبلي ادميت ان ذا وورد النيمونيا وبدا يبقى تاكي كارديك، مش تاكي كارديك من النيمونيا، هو ده كارديك لانه بدا يخش سيبتك شوك. تحس بالبولس فوليوم، فيري امبورتنت، تحس بالبولس فوليوم سنترال وبريفرال، واختفاء بريفرالي بالبيتد بريفرال بالس. يعني مثلا عيان كنت حاسس فيه دورزاليس بيدس اختفى، يبقى معنى كده ان الكواليتي والبولس فوليوم قلت. ويجي لك بعد كده 3 ويندوز للاسسمنت: السكن والكيدني والبرين. السكن اول حاجه الكبار ريفيل تايم، ده الفيفث فايتال ساين، فيري امبورتنت، اقل من 2 سكند في الاطفال، اقل من 2 سكند. بعض الكتب هتلاقي كاتبه 3 سكند 4 سكند، ده ناجمه انها واخده الريد دي من الادلت ليتريتشر، ان فعلا في الالدر لي 4 سكند، في الادلت في ميل بيبقى 3 سكند، لكن عندها في الاطفال 2 سكند. بتعمله على الليمب ولا على البودي؟ لا، في الاطفال الكبار على الليمب. بتعمل سكويز بترفع اول حاجه الليمب ابوف ذا بودي ليفل عشان تقلل فيروس ستيزس، تعمل سكويز للفنجر او للنيل وتشوف الكلر هيرجع خلال قد ايه. ثاني حاجه الموتلينج، والموتلينج اول ما بيظهر غالبا في مكان احنا غالبا ما بنبصش عليه، بيظهر اراوند ذا ني. على فكره اول مكان يظهر فيه الموتلينج في الطفل هو اراوند ذا ني، بريفروساينوزيس وكولد اكستريميتيز، سواء كولد اكستريميتيز الاربع ليمب او اللور ليمب اونلي. ثاني حاجه اليورين اوتبوت، عيان الاي سي يو لما يديفلوب وليجوريا اتس ا فيري دينجرس ساين، معناها ان اول ميكانيزمات الدفاع ضد الشوك فشلت. ان المفروض في اول الشوك البلاد هيبقى شيفتد من النون امبورتنت اورجانز للامبورتنت اورجانز ومنها الكدني. اختفاء اليورين اوتبوت او انه يقل، ده معناها ان الكدني بيرفوجن كمان قل، وده دينجرس ساين، معناها انك انت جوينج مور اند مور توردز انكومبنسيشن. وبعد الانكومبنسيشن هتيجي مرحله الريفرسابيلتي. يورين اوتبوت النورمال 1.5 ام ال بركيج بير اور، ولكن عشان تعتبره اوليجوريك اقل من 1 ام ال بركيج بير اور. تالت حاجه الليفل اوف كونشسنس، مش لازم العيان الشوك يكون ديستيرب كونشس. اول مراحل الديستيرب كونشس او الابنورمال كونشس ليفل في حالات الشوك هو الاجيتيشن نتيجه الاول الشوك بيحصل كاتيكولامين سيرج، فدوت بيخلي العيان يبقى اجيتيتد وايريتابل. ماركت ايريتابيلتي وماركت اجيتيشن قد يكون علامه شوك. ده الانيشال اسيسمنت والانجونج اسيسمنت. نيجي الحته ديورنج فلويد ريسوسيتيشن، احنا دايما اول مانجمنت للشوك او للكويري شوك دايما بنبدا فلويد ريسوسيتيشن. الريسوسيتيشن بيختلف من حاله لحاله، يعني عندنا مثلا السيبتك شوك 20 ام ال بركيج followed by 20 ml per kg followed by 20 ml per kg. في الكارديو شوك 5 to 10، لو شوك عيان دي كي اي بتبقى حرتين شويه فبنستعمل 10. مشكله السبت شوك دلوقتي في كونسبت بدا يتولد اسمه فلويد توكسيستي، ان الجود فلويد ريسوسيتيشن از ا فيري جود واسينشال لللايف سيفنج اوف ذا بيشنت، ولكن قطر الفلويد ديورنج ريسوسيتيشن هياثر بعد كده على موربيتي اند مورتاليتي اوف ذا بيشنت. فانت مهم جدا بعد كل بولس the patient تبص على الهارت ريت ترند، تسمع اللونج بيز، وتحس الليفر فور هيباتوميجالي. هل ممكن يظهر هيباتوميجالي من غير هارت فيلير؟ انت بتدي الرابيد فلويد ادمنستريشن خلال 5 ل 10 دقائق كل بولس، فممكن يتولد هيباتوميجالي ترانزيانت ويختفي. تولده معناها ان العين ده بقى ويل برفيوزد، سوري، ويل هايدريتد، الانترافاسكولار فوليوم بقى كافي. لو فضل بعد كده لسه هايبوتنسيف او هايبروفيوز يبقى اختفى دور الفلويد ويبدا دور الاينوتروبس.
قبل ما نخش في المونيتور او الاجهزه لازم ما ننساش ان الهيومن هو البيست مونيتور ايفر. مهما كانت قوه التكنولوجي اللي عندك في الوحده، مهما بلغت قوه المونيتور اللي انت ركبته على البيشن، طلع ركبت بالموناري سوانز جانز كاسيتر عشان تحسب منها بالموناري كابيلاري ويدج بريشر والليفت اتريال فيلينج، لو انت مش هتبص على العيان بتاعك كتير هتفقده. بالمناسبه دي لوحه روبرت هنكلي اناسيزي اندر ايسر، ودوت بياخد بيقيس السنترال فينوس بريشر جوجلر بارس. ايه هي اللابوراتوري ماركرز؟ هم كتير على فكره، ولكنهم ثلاث حاجات اساسيه. اول حاجه الاسيد بيز ستيت اند بيز ديفيسيت، ان اكسبليند ميتابوليك اسيدوزس علامه شك. اي ميتابوليك اسيدوزس هاز تو بي اكسبليند، العين ده اسيدوتك ليه؟ والبيز ديفيسيت، بيز ديفيسيت النورمال بتاعنا من بوست في 2 لماينس 2، اكتر ماينس 2 يبقى عندنا مشكله، اكتر من ماينس 10 يبقى عندنا مشكله كبيره مش قليله. مهم جدا انك انت بتبص على الابسولوت فاليو، وهنا تختلف فلسفه الامرجنسي ميديسن من فلسفه الكريتيكال كير. عندنا في الامرجنسي ميديسن بنعتمد على القرايه او قرايتين، لكن الكريتيكال كير بنعتمد على الاوفر اول ترند. يعني ماينس 2 بقى ماينس 4 بقى ماينس 6، ده قد يكون اسوأ من سنجل ريدنج اوف ماينس 10، لان عنده بيديتريوريت. معناها انك انت لو ديورنج ريسوسيتيشن بدات فلويد وبدات اينوتروبس وبتزود الدوز ولقيت ان العيان ما زال الاسيد بيز ستيت بيورسن، ده باد بروجنوز وات ايفر ذا ستارتنج بوينت. تاني حاجه اللاكتيت، وتاني حاجه ميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن، هنتكلم عنهم بالتفصيل. نيجي لللاكتيت. اللاكتيت احنا في مصر عندنا معاها مشكله كبيره للاسف. المفروض ان اجهزه البلاك جيز العاديه مهيئه انها تطلع لك لاكتيت. هتقولي الجهاز اللي عندي في الوحده ما بيطلعش، وهنا انا بقول لزمايلنا المسؤولين، مش النبطشيين بقى، المسؤولين عن العنايه، لو الجهاز البلاك جيز بتاعك ما فيهوش لاكتيت بليز كلم الشركه. هو غالبا بيبقى فرق ريجنت او فرق كارتريج بيتحط في الجهاز. اللاكتيت فيري امبورتنت، وهقول لكم ليه دلوقتي. نورمال فاليو بتاعه كام؟ اجهزه البلاك جاز بتطلع لك دايما بملي مول بالليتر، والنورمال اقل من 2. لو انت طلبته في المعمل، بعض المعامل بتطلبه بملي جرام بير ديسي لتر، الاثنين دي تعادل 20 ملي جرام بير ديسي لتر. خدوا بالكم ان النورمال هو 1.5 ل 1 ده، بس ده النورمال بيرسون. في ستريس بيرسون مسموح لحد 2. واللاكتيت ترند فيري امبورتنت، فيري امبورتنت. لو لقيت لاكتيت عالي مع ميتابوليك اسيدوز، دي اللاكتيك اسيدوزس. لو احنا بنتكلم كلاسيكال سبيكينج او ثيوريتيكال سبيكينج، عندنا تايب ايه وتايب بي. تايب ايه اشهره سيبتيك شوك ولا هايبوكسيا ولا سيبسس. تايب بي ده بيعملوا ميديكيشن، في ميديكيشن قبل العنايه، في متفورمين اللي هو السكر الشهير وكنت مش قبله في الاطفال، كوبيراميت كانتي بيليبتيك لوتو باماكس بيعمل، في دواء شهير جدا من سمعنا عندنا في الاي سي يو، ممكن كتير ما نعرفش انه ممكن يدخل عامل لاكتيك اسيدوزس ويكون هو ده فورس انكريز اوف لاكتيت، اللي هو الثالبوتامول انتنسيف ثالبوتامول نيبولايزر او ثالبوتامول انفيوجن، ممكن عندنا خلوف ميتابوليك اسيدوزس. واستعملت في السيديشن بتاعك بروبوفول، في عندنا عشان كده مش بيركومند بروبوفول لونج تيرم سيديشن في الاطفال، بيعمل حاجه اسمها بروبوفول انفيوجن سندروم في الاطفال، بيعمل ابدومايوليسيس وميتابوليك اسيدوزس وقد تكون فيتال احيانا. اذر كوز امبورن اورز اوف ميتابوليزم على راسها الميتوكوندريال ديس اوردر، الليفر ديسيز، ساعات الليفر ادفانسد فيلير نتيجه ان الليفر مش قادر يعمل كليرنس اللاكتيد. اللاكتيد اصلا بيتكلم بيتكون في الانيروبيك ميتابوليزم، وبعدين يحصل له كونفرجن الليفر من لاكتيد لبايكربونيت، فلو الليفر ادفانسد فيلير ممكن ما يقدرش يعمل الكونفرجن دوت. ماشي، اخد اللاكتيد ارتيريال ولا فينوس؟ الاثنين اكسبتد بشرط يكون رابيدلي فلوينج. لو هتاخده فينوس بليز ما تستعملش الا تورنيكي، ممكن تعمله كابيلاري على فكره. الاهم هو ارتيريال ولا فينوس انه يتحلل خلال 15 مينت اوف اوبتيننج سامبل، عشان كده بقول لك مهم جدا انك تحله على جهاز بلاك جهاز عندك في الوحده ما تبعتوش المعمل. بعمل انا اللاكتيت وبتابع الترند بتاعه، لو لقيت ان هو خلال 6 ساعات من الاونست اوف شوك حصل له كليرنس يبقى ده جود بروجنوزس، لو ما حصلوش كليرنس ده باد بروجنوزس. ليه دايما بنقول اللاكتيت؟ هو مش انا بس اللي بقول لاكتيت، في حاجه اسمها سرفايفنج سيبسيس كامبين. سرفايفنج سيبسيس كامبين دوت زي مبادره عالميه كونت يعني في اول الالفينات، مش فاكر بالظبط، في حدود 2002 2003 حاجه زي كده. وهي دي بتحط الجايد لاينز بتاعت السيبسيس والسيبتيك شوك،
هي اوبتيننج العالم كله يعني اوروبا وامريكا وكندا واستراليا، وهي الموست دوكيومنتد جايد لاينز للسيبتك شوك والسيبسس. وانا ريكومند كل زمايلي ان هم يخشوا على موقع سيرفايفنج سيبسس كامبين ويشوفوا الجايد لاينز. هتلاقي جايد لاينز للاطفال وجايد لاينز للكبار، في ايه هو الانوتروبس المطلوبه وازاي تختار الانوتروب والانفيتيشن اللي تسحبها وهاو تو فولو ذا اوبزرفيشنت وكده. في عندهم حاجه اسمها الفيرست اور باندل، حاجات لازم تتعمل في اول ساعه والا هتزيد المورتاليتي بتاعت البيشنت جدا. اهمهم اول حاجه جيف برود سبيكترم انتي بايوتيك، العيان بتاعك بيبقى قاعد في الاي ار وبعدين يطلع الورد وبعد كده على ما تحوله العنايه، لا ده فيري 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 باد اتيتيود ان العين يتاخر عنه الفيرست دوز انتي بايوتيك واللي تاخد خلال 1 اور بان. على فكره كانت لحد 3 سنين فاتوا كانت 3 اورز باندل، كان يقول لك ممكن تعمل الحاجات دي خلال 3 ساعات، دلوقتي لا هي فيرست اور باندل. اولهم تدي برود سبيكترم انتي بايوتيك، تاني حاجه تسحب الاسينشال كلتشر وما تاخرش الانتي بايوتيك لحد ما تسحب الكلتشر، لو الكلتشر هتاخر ادي الانتي بايوتيك. ثالثهم الفلويد ريسوسيتيشن، والرابعه الانتروب سبورت. يعني انت ما بتستناش 3 ساعات على الفلويد بس عشان تجيب نتيجه عشان تبدا الانتروب، 3 بولسز في اول ساعه مفيش ريسبونس ابدا انتروب دايركتلي. خامس حاجه في الفيرست اور باندل في السرفايفنج سيبسيس كامبين هي اوبتيننج سيروم لاكتيت اند فولو. سيروم لاكتيت اقل من 2 مطمئن جدا، من 2 ل 4 مقلق، اكتر من 4 مقلق جدا جدا جدا، ولازم نتصرف على اساسه. مش بس كده، انت عندك يقول لك ان التريتمنت تارجت بتاعك وانت بتريسستيت الفلويد والايوتروبس انك انت تنورمالايز اللاكتيت. يعني انت لو نورمالايز البلاد بريشر والهارت ريت واللاكتيت لسه عالي يبقى انت لسه محتاج اون جوينج سبورت. ايه التريتمنت اوف لاكتيتوزس لو انت قابلتها؟ احنا كان الموتورنج مش عن التريتمنت بس، هو تريتمنت لاكتيك اسيدوز هو الاوبتمايزيشن اند اوبتمايزيشن اند اوبتمايزيشن فلويد اند ايوتروبس. نيجي بقى لحاجه اسمها الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن. ايه قصته او ايه معناه الميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن؟ احنا عندنا الساتوريشن في الارتيريال سايت في حدود 98%، من 98 ل 100% بس، هو بينزل 90 لاسباب يعني طول شرحها، بس هو 98 نورمالي. بيتنقل عن طريق البراد فيسلز الارتريز اللارج ثم الارتريول لحد الكابيلاري، وبعد كده يعدي على الكابيلاري بيد، يحصل اكستراكشن الاكسجين في الكابيلاري بيد ويرجع لنا في الايه في الفينوس ليمب. ربنا مدينا في سيرك ريزيرف عالي جدا، مش كل الاكسجين بيتاخد من ارتريال بلاد في الكابيلاري، بالعكس هو بينزل من 98 ينزل تقريبا لحدود 70. بعض التيشوز فيري فيري اكتف زي البرين مثلا او الاكسرسايزنج ماسل هتكتسب اكسجين اكتر، هيقل الايه الفينوس اوكسجين ساتوريشن. في تيشوز دورمنت زي السكين مثلا هياخد اقل. فمتوسط الاكستراكشن هيبان فين بقى؟ في الرايت اتر، لما يحصل ميكسنج لكل البلد اللي جاي من الجسم، اللي جاي من الابر ليمب واللور ليمب والبرين والكدني والليفر والسبلين والجي اي تي كله، هيبقى القيمه المتوسطه يا شباب بيسموه ميكسد فينوس اوكسجين ساتوريشن تبقى راوند 70، يعني من 70 65 ل 77 بس بالتقريب بتبقى راوند 70%. طب انا اقيسه ازاي؟ اركب سنتر لاين. زمان كان يقول لك لازم يتقاس من رايت اتريوم شخصيا وكان عن طريق بالمون ارتري كاستر، دلوقتي قال لك لا ده هو ويل كولريتد مع السنترال لاين لو من بركبه في رايت انترنال جاكولر. عشان كده ساعات الميكس فينوس اوكسجين ساتوريشن يطلق اس سي في او 2 اللي هو سنترال فينوس اوكسجين ساتوريشن. ماشي، العين شوك هيحصل فيه ايه؟ العين شوك هيبقى فيه بور برفوجن للتشو، فالدم هيركن كتير في التشو وهتبدا تاخد اكسجين اكتر، فالاكسجين ساتوريشن في الفينوس بلاد يقع. لو قل اكتر من 5% من نورمال ليفل او بيز لاين بتاع الطفل، او لو كده كده نزل عن 70 يعتبر اب نورمال ودياجنوستيك اوف شوك. مش بس كده، ده انت بيقول لك انك انت التارجت بتاعك في التريتمنت زي ما كنا بنتارجت النورمال براب بريشر وبنتارجت النورمال كابيلاري ريفيل وبنتارجت النورمال يورين اوتبوت، بتارجت ميكسد فينوس اوكسيتوريشن فوق ال 70%. يبقى انت العيان بتاعك لما يعدي اول ساعه من الشوك ولسه شوك يستحق انك انت تركب سنترال لاين. وعشان مش بس تديله في فلويد، مش بس تديله في اينوتروبس، مش بس عشان مش لاقي قدر تلاقي له بريفرال كانيولا، لا عشان تمونيتور الميكسد فينوس اوكسيتوريشن.
قد يقل من غير شك زي سيفير انيميا والهيبوكسيا والفيفر، بس مش ده مش كومن. وفي الحاله دي ممكن تستعمل الترند لو هو اقل من 5%، 5% من يعني مثلا لو كان مثلا 72 بقى 67، لا يبقى كده العين بقى شوكت فعلا. لو بصينا كل الجايد لاينز بعد اول ساعه هتلاقي الميكس فينا ساتوريشن مذكور، ديت الامريكان كوليدج اوف كريتيكال كير ميديسن هتلاقوا هنا اهو بعد اول ساعه بيمانج العيان وبيتشوز الانتروب حسب جزء من كذا فاكتور منهم الميكس فينا ساتوريشن. دي البالس جايد لاينز نفس الكلام هتلاقي الميكس فينا ساتوريشن. ده رغم ان هو فيري امبورتنت بس هو الى حد ما مهمل عندنا في بعض الوحدات ولازم واحد يهتم بيه. يبقى احنا قلنا الكلينيكال، قلنا اللابوراتوري، نيجي للانسترومنتال او المونيتور. او المونيتور الاي سي جي، طبعا الاي سي جي كمونيتور مش بتكلم عن كونفنشنال 12 ليز اي سي جي، لا انا بتكلم عن الاي سي جي مونيتور. ده بيبقى ثلاثه الكترودز بيركبوا على الشيست او خمسه الكترودز في بعض المونيتورز، مش شرط تركب الخمسه، خليك مور سمبل، خليك ثلاثه، واحد على الكتف اليمين، واحد على الكتف الشمال، واحد على الابدومن او سلايتلي لوز ايبكس. بيديك كريتيريا عن الهارت ريت، عن الريزم ساينس اتريال ريكولار، في اريزمي ولا لا، والفولتج مهم جدا لان ديكريزنج فولتج ده له ساين هنقولها دلوقتي، حاجه اسمها الكتريكال الترناتيفز. طبعا لازم عارف حدود البراديكارديا والتاكيكارديا. التاكيكارديا في نيوت اكتر من 200، في الانفانت اكتر من 180، في التودلر اكتر من 140، وفي الاولدر اكتر من 120. تاخد بالك من ترند الهارت ريت، وان اكسبلين تاكيكارديا لازم تكون، يعني ما فيش حاجه تمام تاكيكارديا بس هو عنده بين مش طب مع انالجيزيا مع انتي بايريتك مع كده لسه تاكيكارديك، لا يبقى تشيك بقيه الهيموديناميك بارامترز بتاعتك. بص على كبر الفيل، اسحب له بلاك جاز، شوف في ميتابوليك اسيدوزس، في لاكتيت عالي ولا لا، يورين او بوت اخباره ايه وهكذا. براديكارديا بنعتبرها لو هي سيمبتوماتيك لو تحت 60 غالبا لازم يكون معاها كارديو هرمون كومبرومايز، يعني عندها خلف شوك او هرمون قديمه او تسبب كونشس. ده امثله اللي ممكن انت المونيتور انت تبص على الرقم بس، لا بص على الريزم بالذات في الارقام العاليه عشان ما يخدعكش. مثلا اللي فوق ده صورة فنتريكولار تاكاردي، اللي تحت ده فنتريكولار تاكاردي، ودول قد يكون من اسباب المتابعه كومبرومايز اوف ذا بيشنت ان هو اريزميك. في حاجه بنشوفها بقى، احنا بعض وحداتنا مش بس ميديكال، بتكون ميكسد ميديكال وسيرجيكال. عيان التروما مش شرط يكون بنتريتنج شيست تروما علشان يخش في كاردياك تمبوني، ممكن يكون بلانس ثوراسيك تروما. لو لقيت المنظر ده، ده ساينس ريزم على فكره لو انتم شايفين، بس ده كاردك، بس هتلاقوا ان في التريشن ماركت جدا في الامبليتيود بتاع الاي سي جي، ده بيسموه الكتريكال الترنيز، ده من علامات بريكارديال فيوجن بيندنج تامبونات اللي لم يكن تامبونادنج فعلا. ممكن يكون العيان بالنسبه لك ما نزفش كتير، بس نزف كميه كافيه للبريكارديوم ان يدخله في تامبونادنج. فمهم جدا في عيان الثوراسيك تروما سواء بالتريتنج او بلانت انك انت تبص على تستبعد الكتريكال الترنيز. طبعا هيبقى في حاجات ثانيه تستبعد الفيوجن زي الاكس راي وزي الباست الترا ساوند سكان وزي الايكو لو انت شكيت قوي، ولكن بدايه التعرف عليه بسرعه على المونيتور هو الالكتريكال الترنيت. تاني علامه بنقدر نجيبها او تاني معلومه نجيبها من المونيتور هو النون انفيزيف بلاد بريشر ميجرمنت. النون انفيزيف بلاد بريشر ميجرمنت له كذا طريقه، ممكن سفايجومانومتريك عن طريق جهاز ضغط، وان كان انت ممكن تقيس الضغط بالجهاز في اول دخول العيان، لكن انت متابعته غالبا هتكون على المونيتور غالبا بالاوسيلاتور ميثود اللي هو القف الاوتوماتيك. دايما لازم تراعي الحدود الجهاز بتاعك وحدود الايرور في كل ميثود اوف مونيتورنج. يعني مثلا الانكوريكت كف سايز لو هو نارو هيديك اوفر استيميشن، لو هو وايد هيعمل اندر استيميشن، يبقى لازم تختار الكوريكت كف سايز. لازم يكون عندك في الوحده فاريانت من كل سايز اوف ذا كفس ومن كل سايز 3 و4 و5 و6. تاخد بالك ان الويتس 40% من بوينت سيركمفرنس، واللينس لازم يكون توايز ذا كف ويت. خد بالك لو في اريزميا، لو عنده هايبوتنسيف ممكن الميجرمنت تكون ان اديكويت، ولو عنده عدى ساعه وهو شوكد وهايبوتنسيف يستدعي بليز. انا عارف ان مش كتير هيعملوها، ولكن يا ريت تتعلم وتبدا تزود استعمال انفيزيف بلاد بريشر ميجرمنت. لو انت طبعا يفضل تحطها على الفور ارم مش على الارب، لكن لو انت مش قادر حطها على الارب ما فيهاش مشكله، على الصاي مش مشكله، بس البيتر هو الفور ارم. طبعا لازم يكون حافظ الديفينيشن اوف هايبوتنشن. في اثنين ديفينيشن للهايبوتنشن، ممكن تستعمل السيستول وده للتسهيل. طبعا يونيت بيستعمل فيهم الميد المين ارتيريال بريشر، ولكن ممكن تستعمل في الاطفال
السيستول. زي ما احنا عارفين الترم انفانت لحد 1 مانس اقل من 60، اول سنه اقل من 70، والبلس جايدلاينز بتقول لك ان هو بعد سنه يعني لحد 10 سنين 70 زائد ضعف عمر الطفل، يعني الطفل عنده 4 سنين يبقى ايه 78. خد بالك احنا بنبص دايما على البلد بريشر بسرعه كده، لازم تتمعن في البلد بريشر وتشوف البلس بريشر يعني السيستول والديستول كام، لانك لو لقيت نار وبلس بريشر اقل من 25 ده معناه ان غالبا الديستول عالي شويه نتيجه سيستميك فاسكولار سنس عاليه، ودي اول مراحل كومبنسيشن اوف ذا شوك. بس دي مشكلتها ان معناه ان التيشو قد يكون هايبو برفيوزد، يعني سيستميك فاسكولار سنس عاليه حافظت لك على البلد بريشر لكن وقعت لك التيشو برفيوجن، يبقى دوت لما هعالجه مش هعالجه بنور ادرينالين، لا ده هعالجه بادرينالين، هعالجه بمرينون، هعالجه بفلويد بولس هكذا. وفي نفس الوقت لو لقيت الوايت بلس بريشر اكتر من 40، لو العين ده ما عندوش حاجه برايمري اللي يتوسع له بلس بريشر زي لارج بي دي اي زي اورتيك ريجرجيتيشن، يبقى ده بينوت ديكريز سيميك فاسكولار ريزيستنس، يبقى هنا ممكن على حاجه فازو بريسر اينوتروبس، يعني ممكن استعمل الايه النور ادرينالين. لو هتستعمل المين ارتيريال بريشر طبعا النيونات لهم معادلاتهم، انا بتكلم عن بيدياتريك دوت جدول لل المين ارتيريال بريشر. طبعا ان شاء الله في اخر المحاضره هنزل لكم كل الباوربوينت والمحاضره نفسها وكده بس تقدروا تحفظوها. قبل ما نخش بقى على الانفيزيف مونيتورنج، دي جمله انا بحبها جدا، دونت جيت كوت اوت وين ات كومز تو ذا بيزكس، اوعى العيان يعدي منك هارت ريت وبلاد بريشر وكبري في الطيب، لو عدى منك في دول مش هينفعك الانفيزيف بلاد بريشر، مش هينفعك سنترال فينوس بريشر، مش هينفعك ايفن كارديك اوت بوت مونيتور، او لو انت مهما كنت محترف بالهيمودينامكس لو هتجيبها مثلا بالايكو او بالثيرموديلوشن او باي طريقه ثانيه. نيجي على الانفيزيف بلاد بريشر ميجر، دي جمله مكتوبه في الكوميتي اوف ارتيريال بريشر ريكوردنج في الامريكان هارت اسوشيشن سنه 1951. It should be clearly recognized that arterial pressure can't be measured with precision by means of sphygmomanometer. ده حقيقي وفي الذات في حالات الهايبوتنشن. خد بالك الطفل الهايبوتنسيف ده طفل خطير جدا. ده معناه انه مش شوك عاديه، ده هايبوتنسيف شوك. ده بينه وبين الدس رحمه ربنا ثم طبيب البي اي سي يو. ده شكله التريس اللي تحت اللي هو الاحمر. دايما المونيتورز بيبقى فيه كودنج للالوان، يعني مثلا دايما تلاقي الاي سي جي بالاخضر، البارس اوكسيميتر دايما تلاقيه بالابيض او بالازرق، دايما الارتيريال انفيز دايما بيكون بالاحمر، بيكون كيرف شبيه بكيرف ال يعني. بيكون دايما شبيه كيرف شبيه بكيرف البارس اوكسيميتري، وهنعرف ازاي هاو تو انالايز ذيس كيرف. اول حاجه قبل ما نتكلم في الاناليسيز اوف انفيزيف ارتيريال بريشر لازم نتكلم امتى اركب ارتيريال لاين. للاسف مازال كتير مننا بيخاف جدا من الارتيريال لاين. بيخاف من الارتيريال لاين وانت معاك حق. يعني هو معاك حق ان هو حاطط مشكله، مشكله كبيره. ولكن العيان الانستيبل هيمودينامكس، يعني عيان عدى الساعة الأولى وعلى هاي دوز أينوتروبس يستحق الإنفيزيف بريشر موتورنج، وإلا الأرقام اللي هتبقى عندك بتمانج عليها هتكون أرقام غلط، أنا جاي من النون إنفيزيف. لو أنت عندك متوقع أنتسيبيتد ميجر في لويد بالانس تشينج أو بليدنج، يعني عيان مثلا طبعا في مثلا عيانين أوتوماتيك هيكون بركب له، ده مش محتاج، مثلا عيان الأوبن هارت بوست كارديك ده بيطلع من العمليات بالإنفيزيف أرتيريال بريشر. أنا بتكلم عن الأورتينري أي سي يو سيتنج. في مثلا تغير كبير جدا في المانجمنت بتاع العيانين الابدومينال تروما، يعني الابدومينال تروما مع فيسرال انجري زي السبلين او الليفر كان بيتعالجوا بايه؟ لو هو مودريت كوليكشن بيتفتح الاكتبلاتور اللي بروتهم يعمل سبلينكتومي، يعمل ريبير للليفر اللي هو صعب جدا والارقام بتاعهم بوست اوبرتيف مش السبلين للليفر فيري باد، فبقى مور كونزرفيتيف. قال لك العيان اللي مش البيجر تروما حتى لو مطلع لك ثمار او سي تي مودريت كوليكشن الابدومن وفيسرال انجري ليفر او سبلين، لو هو نورمال هيمودينامكس او رابيدلي كوريكتد يعني مجرد ما اديت له انفيوجن بفلويد اتصحح
يخش العمليات. ده في خلال ال5 سنين اللي فاتوا تماما ترند ناحيه كونزرفتيف ماجنشمنت. بس كونزرفتيف فين؟ مش بتحط مثلا في الاوردينري سيرجيكال وورد نقطه بروسيس ساعات، لا هيخش بيدياتريك اي سي يو كويسه، يركب له انفيزيف بلاد بريشر مونيتورنج يمونيتور كونتينوسلي بلاد بريشر، بحيث عند اول علامه هيمو دايناميك كومبرومايز يخش العمليات على طول. تخيلوا ان ده عمل ماركت ريدكشن لدرجه اكتر من 80% من الاطفال اللي كانوا المفروض هيتعمل لهم اكسبلوريشن ينجو من العمليات. تخيلوا ولد ليفر تير سبلينك تير يتحط في الاي سي يو، يتابع كويس يوم او يومين، يطلع جنرال وورد، يروح بعد 5 ايام من غير سكار، من غير ما تعرضه لجراحه ميجور في الليفر او تعمله سبلينكتومي بمشاكل سبلينكتومي اللي بعد كده. طبعا لو انت عندك بروفريكوانت ارتيريا بلاد جاز اناليسيز محتاج تحللها ممكن تركب له ارتيريا بلاد. الارتيريا لاين بقى مكوناته ايه او شكله ايه؟ دي اول حاجه الكانيولا اللي بتركب في الارتري، هي المفروض الارتيريا لاين له سبيشال كانيولا، ولكن في حاله عدم توفرها مش مشكله ممكن تركب الفينوس كانيولا العاديه، بس تكون يعني من نوع جيد يعني ما يبقاش نوع رديء. في النيونيت وفي الاطفال الانفنت بنركب ممكن كانيولا ال 24 الصفراء، في الاطفال الكبار شويه كانيولا الزرقاء ال 22، ممكن في الاطفال الكبار تركب كانيولا البامبا ال 20 وان كان هيبقى صعب شويه تركبها، بس يعني وات ايفر انت بتحاول تركب اللي تقدر تركبها. بنركبه فين؟ ديستال فيسل، ممكن تركبه في الريديال هو الموست كومن، ممكن تركبه في الدروزاليس بيس لو عرفت ممكن بيبقى صعب شويه. بعض الحالات السلكتد قوي زي مثلا الكريتيكال اورتيكو اركيتيشن بوست اوبرتيف في السي سي يو بيركب له 2 ارتيريال، واحده في الدروزاليس بيس واحده في الريديال عشان نشوف الديفرنس وكده، بس دي حاله خاصه جدا جدا جدا. في المرات تركب هي كانيولا واحده في الريديال لو قدرت تركبها، يعني انا عارف ان محتاج كتير بتخاف تركبها، بليز حاول ادوبت الارتيريال انفيزيف بلاد بريشر مونيتورنج عندك في الوحده، ولكن تركبها بحقها، يكون بتعرف تركبها كويس، عندك اكوبمنت كويسه، عندك تمريض شاطر يقدر يتعامل معاه، والا مش داعي لو ركبتها وقلقان منها كلها. فورد هاند بوك اوف انستيزيا في اول صفحه فيه كاتب الجود براكتس، كاتب 10 و12 نصيحه، النصيحه منهم اف ان داوت تيك ات اوت، كاتبها كده تنطبق على جميع الاي تيو براكتس والانستيزيا، الانتركال تيوب، الارتريال لاين، السنترال لاين، وتنطبق شورلي على الارتريال لاين طبعا. شاكك فيه شيله. الكانيولا تبقى متوصله بسمول لاين، لو استعملت لاين واسع هيعمل دامبنج للشوكه. ده بيبقى متوصل بترانسديوسر اللي هو بيسموها الدرام، لو الادلت انتسيفيتس بيسموها الدرام. هي فعلا عباره عن دايفرام كده والبلتيشن بتنتقل اليه، هو متوصل بسلك بيطلع على المونيتور وكده. الدرام دي متوصله بلاين تاني فوق، هو ده دي الترانسديوسر متوصل بهنا بثري واي، وده متوصل باللاين سواء سنترال لاين او ارتريال لاين، متوصل فوق بباج مليانه ومتحوطه بحاجه زي كده، سوري متحوطه بحاجه دي باج بيتحط فيها الجهاز المحلي العادي، اسف قيس المحاليل العادي او ازازه المحاليل العاديه، وديت في عليها زي بتتنفخ كده زي كف غاز الضغط، ترفعها لضغط ال 200 لتر. لو مش افيلبل عندك او لو الطفل صغير ممكن تستغنى عنها وتستعمل سيرنج بامب بسرعه 1 ل 2 ام ال بر اور، ممكن تعمل صلاين عادي، بعض الناس تحب تستعمل هيبرانيز صلاين بتركيز 500 يونت على 500 ملي، يعني بتحط امبول الهيبرين اللي هو امبول الهيبرين العادي اللي عندنا في مصر ده 5000 واحد، بتخفه في 10 سم في 500 وتحطه على ازازه محل 500 وتمشي. طبعا مطلوب الاسبسس، مطلوب الانسبكشن كل شويه تبص على اللاين تشوف اي احمرار اي ديستال في الفينجرز او كده تنزق في جنجرين تشيله على طول، تعمل كاليبريشن كل شيفت، تعمل حاجه اسمها زيروينج. ايه قصه الزيروينج دي؟ انت لما بتحط الارتيريال لاين الضغط الجوي ابلايد على كل التيوبنج فيقيس ضغط الجو عالي، فانت بتعمل ايه؟ دي بتعملها مره كل يوم تقريبا او مره كل شيفت، بالثري واي اللي راكب على الدرام بتروح قافل على الارتري وتفتح ثري واي تاني على الهواء الجوي هيقيس في حاله الضغط الجوي، تقول للمونيتور ده ابلكيشن تقول له ده زيرو ضرار في المونيتور، يبقى كده هيطرح الضغط الجوي من اي حاجه بعد كده. طبعا كل الكلام ده المفروض يكون التمريض بتاعك شاطر عشان يعمله، يعني مش الدكتور اللي بيعمله، المفروض ده شغل التمريض. فبالتالي بقول لك حاول بقدر الامكان تعلم تمريضك عندك طريقه التعامل مع الانفيزيف ارتريال لايت. لكن الليفل انت بتحط الدرام دي الليفل بتاع الهارت، لو حطيتها اوطى من الهارت هيطلع لك الضغط اقل، على حطيتها اعلى من الهارت هيطلع لك الضغط اقل.
وفلاشنج زي ما قلنا البرشرايزد سيستم دوت بالباك على 3 ام ال بر اور او في الانفانت الصغيرين او لو انت ما عندكش البرشرايزد سيستم 1 ل 2 ام ال بر اور. هنيجي بقى للانفيزيبل بلاد بريشر انتربريتيشن. كتير جدا بيستعملوا انفيزيبل بلاد بريشر مونيتور اللي بس الضغط كام بدقه. الانفيزيبل بلاد بريشر ويف فورم ده بيديك معلومات قيمه جدا 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 عن الهيموداينامكس اوف ذا بيشنت. ده الكيرف هو بيقيس الارتيريال بريشر تشينجز. اول ضغطه للبلاد بريشر بتحصل مع السيستول اوف ذا فينتريكل. الضغط يعلى جدا لحد ما يوصل طبعا ما بيبقاش بادئ من زيرو بادئ من الدايستول. يحصل فينتريكولار ايجكشن يوصل الضغط للسيستول. بعد كده الاورتيك فالف بيقفل يبدا الضغط يقل شويه تدريجيا. الضغط للضخ الدم اللي اتضخ في الاورطه الاستيك حصل له كوليتيشن ثم كومبريشن فضغط على الدم اللي جواه راح رفع الضغط سنه صغيره. ده بيسموه الدايكروتيك نوتش تين نوتش صغير اللي هو ده اللي هو هنا ده. فهيبدا الدم ضغط الدم يقل تدريجيا 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 لحد ما ينزل الدايستول وتبدا ضغطك الجديد. ده يفيدني بايه؟ اول حاجه ارتفاع سرعه ارتفاع ده لازم يكون شبه قائم كده. لو لقيته طلع ستيب ونايم بحاجه من اثنين، لو العيان ده ما عندوش اورتيك ستينوزس او كوريتيكال اورتيك ار ده معناها بور مايكوريدن دايركت كونتراكتيفيتي. ثاني حاجه الانسيزورا دي او الدايكروتيك نوتش ده لو عالي قوي يبقى هاي فاسكولار ريزيستنس، لو واطي قوي تحت المين يبقى لو فاسكولار ريزيستنس. يبقى احنا بنعرف منه الهارت ريت، بنعرف منه البلس بريشر، وزي ما قلنا هاي بلس بريشر اكتر من 45 معناها فازو دايليتيشن اقل من 15 او 25 معناها سيفير فازو ريستريكشن. تقدر تقول الليفت فينتريكل كونتراكتيفيتي. ممكن بعض الاجهزه بتحدد استيميت للستروك فوليوم وبيقول لك الاريا اندر كيرف، يعني مش مهم قوي. فاسكولار تون بتعرفه من ال دايكروتيك نوتش. في حاجه بنعملها حاجه اسمها عشان تحدد عندها هايبوفوليميك ولا لا. بعد مثلا اديت ثلاثه بولسز بس انت حاسس عندها قد يكون فقد دم كتير، طب اديله ولا ما اديلوش؟ ممكن تعمل له حاجه اسمها هيماتوجوجر ريفلكس. بتروح ضاغط على الليفر، لو في ساعتها لقيت التكتولي براب بريشر عالي او المين عالي في ساعتها كده خلال دقيقه يبقى ده عنده فوليوم ريسبونسيف وقد يسري انك تديله فلويد. بعض الناس تعملها بالباسف ليج ريزنج، انت بترفع رجل العيان تستنى دقيقه، وان كان في الاطفال مش دقيقه قوي المانوفر ده. بيتكلموا عنه مع اكتر مع مونيتورز اوف كاردك اوت بوت مش مع الانفيزا فورتيل براب بريشر. ده مثال للهاي دايكروتيك نوتش، ده مثال للو دايكروتيك نوتش. ده لو دايكروتيك نوتش واضح جدا. ماشي. ساعات بتلاقي بقى التريس طالع نازل طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ده معناه ان عندك غالبا هايبوفوليميا. ممكن تكون مع بيركاردال افيوجن مع السيفير ازمه مع الهاي بيب، ولكن معظمه بيكون علامه فوليوم ريسبونسفنس. ده الباسيف ليج ريزنج. ده مش مجرد بترفع العيان وهو فلات، لا انت بتخليه الاول سيمي سيتنج، ده بيتعمل بالسرير مش بالمريض، وتروح منيمه ورافع رجله. او تعمل هيباتيك كومبريشن. الجايد لاينز يعمل هيباتيك كومبريشن اكتر، باسيف ليج ريزنج اكتر في الكاردك اوبوتمنت. نيجي لظاهره اسمها الدامبنج. انت نورمال تلاقي تشوف شكل الايه الويف، ساعات تلاقي الويف مش باين الكونفيجريشن بتاعها والامبليتيود بتاعها صغير قوي، او تلاقيها طالعه فيري شارب زي كده. ليه بقى؟ لما بيحصل البروب بريشر ريكوردنج جوه التيوبنج زي اهتزاز جدران الانبوبه لازم بيعمل الترانسديوسر بينقلها، فلازم تكون دامبت كويس علشان تنقل لك اشاره. ساعات الدمج ده يكون اوفر، ان هو مش بس عامل دامبنج للنويز، ده عامل دامبنج للبروب بريشر الرئه نفسها، زي مثلا براد كلوت او اير بابل في الانبوبه او كده، او اندر دامب. ايه مشكله الاوفر دامب؟ اول حاجه خليك مطمئن، سواء العينه الرئه اوفر دامب او اندر دامب، المين هيفضل نورمال على فكره لظروف تكنولوجيه، يعني هي خارج سكوب شرح النهارده. بس الاوفر دامب هيعمل لك اوفر استيميشن للدايستول واندر استيميشن للسيستول، والاندر دامب العكس، اوفر استيميشن للسيستول واندر دامب مش للدايستول. ممكن تختبر الدامبنج حاجه اسمها فلاش تيست. بتقفل الفلاش لاين اللي هو اللي جاي من البرشرايزد لاين او جاي من السيرنج بامب، وبتحقن في الثري واي 5 سي سي سلاين بسرعه. طبيعي ان الضغط يروح عالي مره واحده
ويجي بعديه موجه واحده صغيره ويرجع الكريس يكمل. لو لقيت جه بعديه ثلاث اربع موجات يبقى دوت اندر دامب، لو جاش بعد حاجه خالص يبقى ده اوفر دامب. لقيت اوفر دامبنج يبقى لازم تغير اللاين، تغير التيوبنج، تتاكد سلك الكانيولا كويس وهكذا. لقيت اندر دامب ده غالبا يبقى اللاين طويل شويه بتاثره، لاين من باد كواليتي او هو بقى له فتره المفروض يتغير اصلا كل يوم ليومين، بقى له فتره فبقى طري بقى ريدندنت فبيحصل فيه اوفر. ثاني حاجه في الانفيزيف ميجرمنت الكاردياك فيلنج بريشر. الكاردياك فيلنج بريشر دي كتير، الليفت اتريال بريشر والبرمكبريوج بريشر والسنترال فينوس بريشر. احنا بنتكلم سنترال فينوس بريشر فقط، ما بقاش حد يستعمل البرمكبريوج بريشر كسر حتى في الادلت في حالات معينه جدا. والليفت اتريال بريشر ما لم تكن في وحده اوبن هارت اي سي يو متقدمه كمان مش اي وحده، انت بقولك من عمليات بالليفت اتريال لاين فانت مش هتقيس الليفت اتريال بريشر. فاحنا بنتكلم عن السي في بي، انت بتركب السنترال لاين علشان فاسكولار اكسس وعشان مونيتور، وقلنا مهم جدا في السي في بي في سنترال فينوس لاين انك تسحب منه الميكس فينوس اوكسجين ساتوريشن. ممكن تستعمل السي في بي تركب على مونيتور زي مونيتور الانفيزيف بلاد بريشر بالظبط، وكان ما حدش بيستعمله كتير. ممكن تستعمله في بيتك، وبعدين غالبا مش هتلاقي عندك لاينات كتير ولا درامز كتير في الحياه، وهتعقد الوصلات اللي وصل للبيشنت. فانت ممكن تستعمله بس في الاول عشان تتاكد ان سنترال فينوس بريشر بتاعك هيكون اكيوريت، ان هو لو اداك الويفز الشهيره بتاع السنترال فينوس بريشر يبقى هو كده. ريكومند بوزيشن اوف ذا تيب عند جانكشن اوف رايت اتريم بالهارت طبعا على الاكس راي. ممكن تقيس سي في بي من عينه من عيان فيمورال، ممكن تقيسه بس بشرط يكون عدى الرينال فين ليفل اللي هو ال ال 3 في الاكس راي. دي الويفز بتاعتهم اللي هو الاي ويف بتاعت الاتر كونتراكشن والسي ويف دوت البولجنج اوف ذا فاسبس اوف ذا تريكاردت فالف، وبعد كده الاكس ديسنت والواي ديسنت. ما يهموناش قوي على فكره، مش مهم. المهم ازاي تقيس السنترال فينوس بريشر بقى؟ انت حطها على المونتر بس شوف شكل الويف انك انت متاكد انها مش ارتريال مثلا ما دخلش في الكاروتد او حاجه، وتاكد ان اللاين سالك كل حاجه. زمان كان السنترال فينوس بريشر حاجه اساسيه جدا في العيان بتاعك، وكل الانتنسيفست يقول لك السنترال فينوس بريشر كام. دلوقتي بدا يتراجع جدا 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 قيمه السنترال فينوس بريشر كابسوليوت فاليو الا في الاكستريمز قوي، يعني طلع لك فيري باد لو فيري لو يبقى هو العين فاضي، طلع لك فيري هاي يبقى العين عالي. ولكن اصلا النورمال ريفرنس انت لو قعدت تدور عليه في الكتب هتلاقيه مختلف جدا. كتب كاتباه من 0 ل 2، كتب كاتباه من 0 ل 5. طب هو لما يكون النورمال بتاعه 0 طب هو هيبقى له امتى؟ كتب كاتباه من ماينس 2 لبوست في 5 هو مختلف. فانت يهمك برضو الايه؟ ترند. فهو بترجم اكسنج. تاني حاجه ان ممكن يكون هايبوفوليميك في الاول، مش هايبوفوليميك قوي بس بيحصل فازوكول سيليكشن، فازوكول سيليكشن داش من الارتري والفينز، ففولس ريت تلاقي سي في بي بتاعك نورمال فيخدعك. ده سي في بي نورمال هو مش عايز فيلم، هو في الحقيقه عايز فيلم. ممكن البوست بريشر فنتيليشن يرفع لك سي في بي هاي، يوموثوراكس يرفع لك السي في بي وهكذا. طبعا بنقيس السي في بي ازاي؟ بنقيسه العين فلات، بتفصل الفنتليتور او تقلل بيه لخمسه، بتركب عمود سلاين على السنترال فينوس بريشر وتشيل ازازه المحاليل وتستنى لحد ما يثبت عمود الميه وتقيسه من الميد اكزيلري لاين في الاكزيلا. وزي ما قلنا الحاجات ممكن تكون واطي وهو نورمال او عالي وهو نورمال او عالي غير الفلويد، يعني مثلا الكاردياك تامبونات وكريزيت بريكاردايتس. البرمار هايبرتنشن السيفير على فكره ممكن تلاقي عنده اي سي في بي عالي، يبقى عندهم تريكاسبيد ريجر. ولكن يظل لحد دلوقتي سنسيف شويه السي في بي ميجرمنت هو اللي تشالنج تيست. بتدي كريستالويد 10 20 ام ال بركيش بسرعه على مدار 10 دقائق، تي سي في بي قبلها وبعدها. ممكن تدي كولويد او رب برودكت 5 ل 10 8 جرعه كبيره، بس دي مش هستعملها غير في الهيمورجيا. تشوف الهارت ريت اخباره ايه؟ هدي ولا لا؟ برب بريشر اتحسن ولا لا؟ السي في بي لو معليش او عالي اقل من 2 يبقى العيان ده فوليوم بتاعه فاضي، محتاج انك تدي له تشالنج تاني. لو حصل اكتر من 5 يبقى العيان ده خلاص يبقى ويل فيل. طب لسه هايبوتنسيف، لسه هايبرفيوز، يبقى دور الانتروبس. ماشي كده احنا خلصنا الانفيزيف مونيتورنج. في اذرز دور كتير جدا وادفانسد، لانج ارتروسكوبي زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت ممكن تستعملها في المونيتورنج وفي ليويد تشالنج.
الفوكس الكارديوجرافي ده ماي فيفورتس، بس محتاج تريننج كارديك اوت مونيتورز النيرس اللي هو نير انفراريد سبكتروسكوبي حاجات زي كده. الحاجات دي كلها ادفانسد مش موجوده في معظم وحداتنا. هي موجوده في الوحده عندنا على فكره، مثلا وحدتي عندنا بتعمل فوكس الكارديوجرافي، عندنا كارديك اوت مونيتور، عندنا انفراريد سبكتروسكوبي، ولكن مش وايدلي، هما مش ستاندرز براكتس اصلا في الجايد لاينز، فما تزعلش قوي ان هما مش عندك. لو عندك انا بقى ما عندكش مش مشكله، احنا عندنا حتى مش كل الزملاء بيحبوا يستعملوهم يعني، ومع ذلك كلنا الحمد لله محققين نتيجه كويسه. وانا بفتخر ان وحدتي مستشفى مبارك الكبير في الكويت وحده بي اي سي يو نسبه المرضى عندنا اقل من 3.5% خلال الخمس سنين اللي فاتوا نسبه دوليه، وجايه من الكيرفول اتنشن اكتر منها من استعمال ادفانسد مونيتورز. في حاجه بس ممكن تكون اندر، طبعا احنا عندنا في مصر ممكن يكون بعض الوحدات ليميتد ريسورسز، بس بتحاول تماكسمايز الريسورس بتاعك، واهم ريسورس عندك هو الهيومن بينج. ولكن في بعض التولز ممكن تكون موجوده عندك او ممكن توفرها بسهوله بس انت ما بتستعملهاش، منها الكابنوجرافي. الكابنوجرافي اندر استيميتد جدا في الاطفال رغم انه فيري فالوبل، ولو اتعلمته واستعملته مش هتقدر تستغنى عنه. هو سيمبلي بيقيس السي او 2 في الاكسبايرد اير، الاير اللي خارج. على فكره مش محتاج يكون مونيتور لوحده، ده هو غالبا بيركب على الفنتليتور. ممكن تكون عندك اصلا في كرتونه الفنتليتور اللي جاي لك وانت مش عارف ان عندك كابنوجرام، وممكن تشتري فنتليتور هتلاقي فرق سعر بسيط قوي انك تزود كابنوجرام عليه عشان يبقى تستعمله. هو نوعين، النوع اللي على الشمال ده بيسموه مين ستريم، زي ما انتم شايفين كده، ده اللي موديول بيركب على التيوبه وبيركب عليها السنسور ويتوصل على ايه؟ على الفنتليتور، غالبا مش على المونيتور، غالبا على الفنتليتور ويطلع كيرف. ده شهير المين ستريم، شهير في فنتليتورز الدراجر وفنتليتور المكي. في بقى سايد ستريم، ده برضه موديول بيركب على التيوبه وياخد عينه من الاير تتحلل لوحدها. عيب المين ستريم زي ما انتم شايفين السنسور ده كبير، هتفتح التيوبه وبالذات الاطفال الصغيرين. بس برضه التايد ستريم مشكلته انه محتاج هاي تايدال فوليوم عشان ياخد قرايه ويصد. ليه بنستعمل الكابنوجرام في الاطفال؟ ده ممكن يكتشف التيوب ديسكونكشن والماشين ديسفانكشن بسهوله جدا. هايبو هايبر فنتليشن. ممكن يديك مونيتور للسي او 2، مش هيديك بي سي او 2 بالظبط، هيديك اقل منه شويه، بس ممكن تعمله كترند. يعني انت لو لقيته بقى مثلا 60 يبقى شور السي او 2 بتاعك فوق ال 60. بتوجيه انتوبيشن، برمونري امبوليزم، اديك سي بي ار. ممكن تستعمله للكالكوليشن اوف ديد سبيس. وممكن تستعمله تاخد فكره عن الكارديك اوت بوت وعن الفوليوم ريسبونسفنس. ده بيبقى شكل الكيرف بتاعه فيري سيمبل في الانتربريتيشن، بيديك كيرف مستطيل كده وبيديك رقم. الرقم ده اللي هو اعلى قيمه وصلت اللي هو مكتوب بيسموه اند تايدل سي او 2 اللي هو اخر قيمه للسي او 2 في هواء الزفير. بيبدا ازاي؟ بيبدا من رقم قليل جدا اللي هو الانفايريشن بتاع البيشنت، ده داخل الهواء الجوي. الهواء الجوي فيه سي او 2 قليل جدا فتلاقيه قليل. كورس الانفايريشن يبدا الاكسبايريشن، يخرج الاول الديد سبيس اللي هو التراكيه والمين برونكاي وهكذا، دي خليط ما بين سي او 2 عادي وقلب. بعد كده يبدا يخرج الهواء اللي في الالفويل وهو ويل ديستريبيوت سي او 2 فيبقى عالي، ولحد ما يخرج كله يبقى فيه زي بلاتو صغير بيسموه الفا بلاتو. يبدا الانسبيريشن، يبدا يقل السي او 2 لحد ما يوصل للانسبيريشن وهكذا. ماشي، اول علامه لو لقيت العيان بتاعك على الكابنو الالفا بلاتو موجود بس بيقل، واللي بعدها بيقل، واللي بعدها بيقل، بس موجود، الكونفيجوريشن سليم. يعني لو كان ماشي كويس وكده بدا الترند ده، الترند ودوت الابسولوت بال يقل. ده يحصل ايه؟ ده كاردياك اريست. قبل كاردياك اريست هتلاقي العلامه دي. ثاني حاجه صادم دروب اوف بلاد بريشر. لو انت مش راكب انفيزيف هتقدر تقيس ضغط ايه؟ مش هتقيسه كل شويه، هتقيسه كل ساعه ماكسيمم. لو لقيت العلامه دي بتحصل قيس الضغط هتلاقيه واقع. او صادم نص اوف لارج فوليوم. عيان التروما. حصل بالمون امبوليزم. كاردو بلون باي باس طبعا لو ما بتوصل عين على الاكمو او كاردو بلون باي باس يبدا يحصل. تاني حاجه البلاتو قليل بس ثابت نفس الفاليو بس بلاتو قليل مقارنه بسي او 2. ده يا اما هايبر فنتليشن انت عامل ووش للسي او 2، يا اما عندك شوك، يا اما عندك هايبو سيرم. ثالث حاجه موجه متماثله ونفس الفاليو بس ما فيش بلاتو، لوس اوف الفلار بلاتو. ده عيان برونكوس بازم او بيستعمل فيزي من فيليوم من فوليوم فنتليشن قليل، فكل اللي بيحصل ديز سبيس فنتليشن، يا اما عندك بارشال تيوب بلوكج. تخيلوا بارشال تيوب بلوكج شبه من الكابنوجراف. سادن لوس اوف الفار بلاتو لحد نير زيرو، ده خلاص يا اما كومبليت اوبستراكشن، يا اما اكسنتال اكستوبيشن، يا اما الفنتيتور مش شغال.
يا اما في الاول يبقى ايزوفيجيال انتيوبيا. صاد لوس اوف بلاتو بس مش تحت الزيرو، مش وصل للزيرو، ده هو بيطلع وينزل كده، ده ميجور ليك او برونكوس باسب او تيوب خرجت بس لسه في الهايبو فاركس، شويه من الاسوفاجس شويه من اللنج. البلاتو موجود بس بيزيد بيزيد بيزيد، ده هايبو فنتليشن او انكريز ميتابوليزم مع فيفر مثلا. عالي بس فيكسد، ده لو مينت فنتليشن مينت فوليوم. ممكن تقول فوليوم ريسبونسفنس لو عملت باسيف ليج ريزنج وانت بتابع الكابنوجرام لقيت ان تقدر تسيو 2 زاد اكتر من 5%، ده معناها فوليوم ريسبونسفنس وتدي عن فيلم. لو العين بارالايزد وبدا يظهر ده بيسموه كوراري كليفت، ده نسبه الى الكوراري، ده اقدم مصر ريلاكس تستعمل لو دي تشوب كورارين، بدا يظهر الكليفت ده، ده معناه ان المصر اكسنت بدا العين يرجع منه. فوكس زي الكارديو انا مش هشرحه، انا كنت ناوي اعمل محاضره عن فوكس زي الكارديوجرافي بس بعد اخذ راي من الزملاء السينيورز يعني اللي عندهم خبره في التدريس وكده، صعب جدا 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 يتعمل من غير هاندز اون تريننج. بس انا بريكومند زمايلي اللي هم محترفين بقى الاي سي يو ان هو وزاره معظم المحاضرات بقى بداوا يجيبوا السايد الكارديوجرافي عند في الوحده يتعلم الفوكس دي كارديوجرافي، ساعات بيسموه الفانكشنال ايكو، ده مش الايكو العادي بيعمله الكارديولوجيست، الايكو المفصل اللي بيتعود تعمله في نص ساعه او ساعه الا ربع او ايفن ساعه، ويقعد يجيب لك كل الفوليومز والقلبز وكده، لا خالص. ده يقول الهارت بيكونتراكت ولا لا، الشمبر اخبارها ايه، في ميركارد انفيوجن ولا لا، وازاي تحدد الفوليوم ستيتس. تعلمه سهل نسبيا، فانت يا ريت اي بيتريك انسيفيست يحاول يتعلمه من زميله الكارديولوجيست. في حاجات كتير. نيجي بقى لاخر حاجه، احنا كده خلصنا، نيجي بقى لدور الاسئله. هفكركم تاني والثالث ورابع دور الهيومن فاكتور كمنتر. يقول لك كونستنت اتنشن باي ا جود نيرس مي بي جاست از امبورتنت از ميجور اوبريشن باي اسر. ممكن يكون اهم مونيتور عندك هو ممرض الرعايه للشطه. دي كلمه رغم ان حضرتك قايلها ده مش دكتور، ده كامر شولد، ده عالم اقتصاد سويدي وده كان امين عام للامم المتحده فتره الخمسينات قبل ما يجي اوسن تشاير. شكرا. انا كده خلصت وفي انتظار اسئلتكم.